بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثامن المخصص للقعدان. المسافة هي 1500 متر أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى شاهين سعيد بن محمد بن حليس العفاري. من يتابع شاهين وانطلاقة شاهين وتحديات شاهين المركز الثاني، ألاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات القائد سهيل بن خيرات العامري، والمركز الثالث اللي تدخل في هذا اللحظات حامل رقم 11 شاهين مطر بندوي العامري، والمركز الرابع على حظ الوصول والقدوم العدملي حمد بن محمد بن هركي العامري، والمركز الخامس الله يا هذا التحدي شاهين حمد بن دليل بلوع العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المنطقة المتقدمة. لكن أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، أعود مع التحدي الأول، مع المسار الأول. الله يا شاهين سعيد بن محمد بن حليس العفاري يقدم هذا الاسم الكبير، يقدم هذا الشكل الجميل. الله 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 يا شاهين، انطلاقة شاهين وتحديات شاهين سعيد بن محمد بن حليس العفاري، والمركز الثاني اللي وصل العدملي حمد محمد بن هركي العامري. لكن أسير مع الصدارة، أسير مع البداية، أسير مع التحدي الأول، مع المسار الأول. شاهين سعيد بن محمد على هذا الفوز او الانتصار. المركز الثاني اللي وصل في هذا اللحظات حامل رقم 4 مسلم بن الزفنة العامري، والمركز الثالث اللي تدخل سالم بن حميد بن ناجم القحافي. نعود بالتوقيت دقيقتين و6 ثواني و86 جزء من الثاني، فتهانينا على هذا الفوز والانتصار.